مرحبا. من بعد ما احتل لبنان للأسف المرتبة الثالثة عالمياً لأكثر دولة ملوثة بالعالم بعد تحركات وزارة البيئة خجولة مقارنة مع الوضع الراهن، فبمحاولة منا لتخفيض نسبة تلوث الهواء يلي تخطت 50%، أصدرت الوزارة تعميم بتحدد فيه مواصفات جديدة ملزمة حول كيفية تشغيل واستثمار المولدات الكهربائية. هالتلوث والغبار بالهواء يمكن يزعجوا الأشخاص يلي بعانوا من الحساسية، فانتبهوا. بالعودة للطقس الرياح الأربعة ببيروت شمالية بتوصل سرعتها 22 كيلومتر بالساعة، الحرارة بالعاصمة بتسجل 29 درجة، 27 بدار القمر، 30 بطرابلس، و22 درجة بفرقية. رطوبة عم ترجع تنخفض مثل ما عم نلاحظ تحت 60%، وموج البحر تقريبا نص متر. كيف رح يكمل طقس أسبوعنا؟ رح تتغير الأجواء لغائمة جزئيا أيام الأربعاء والخميس، وذلك بسبب منخفض جوي متمركز فوق تركيا. رح نشوف شوية شتاء بالشمال والبقاع وعلى الجبال، والحرارة بتنخفض بشكل بسيط على الساحل مثل ما عم نشوف قبل ما ترجع تطلع يوم الجمعة والسبت تيكون طقس الويكند صيفي بامتياز. إذا كان كل شيء تصبحوا على خير.